الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. كتاب الصلاة، سنة الترمذي، كتاب الصلاة. رواه المصنف عن حنش، وهو حنش حسين بن قيس الرجي، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، من عبد الأربعة من سبع المكثرين عن النبي الأمين، صحابي ابن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن رجل أودع عند والده أماله ثم أتاه يريد صرفه فأعطاه المال المقدر بكذا وتم الصرف له بمبلغ أقل، هل تجوز؟ لا، ما يجوز المعاملة، لا تجوز، لا تجوز الصرف غير متكامل الشروط حتى ولو كان عنده المال، لم يكن يدا بيد. سائلة تقول: تذكرت أنا لم تصلي العصر قبل المغرب قليل وهي في السيارة، لم يسمح لها السائق نزول الإسراء، ماذا تصلي جالسة متجهة إلى القبلة ثم تعيد الصلاة؟ عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وقال أبو عيسى وحنش: هذا هو أبو علي الرحبي، مش الرجبي. وهو الرجي قال الرحبي وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعف أحمد وغيره. بل الإمام البخاري قال يعني منكر الحديث، هذه مسألة عظيمة. قال: العمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين صلاتين إلا في السفر أو بعرفة. ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع صلاتين للمريض، وبيقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: يجمع بين الصلاتين في المطر، وبيقول الشافعي أحمد وإسحاق، ولم يرى الشافعي المريض أن يجمع بين الصلاتين. حقيقة الأمر هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة الجمع. أما هذه مسألة اختلف فيها العلماء. أولا الحديث: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، فإن هذا الحديث ضعيف لم يصح. ولكنه قد ورد موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد صح وقد قال: ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين من غير عذر والفرار من الزحف. أن يقال الجمع بغير عذر هو من الكبائر، قد قال الشافعي: السفر عذر. وانقسم العلماء في مسألة الجمع إلى أقوال ثلاثة. القول الأول: لا جمع قط إلا بعرفة ومزدلفة، لا جمع قط، لا سفر ولا شيء، لا جمع قط إلا بعرفة ومزدلفة. وقالوا: سبب الجمع النسك. هذا قول الحنفية، سبب الجمع النسك. يقول: لا جمع، والأصل عندهم في المحكم بقول تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والقول الثاني: الجمع يصح في السفر وفي المطر، والجمع طبعا في مزدلفة وعرفة، هذا باتفاق. الجمع في السفر قال الإمام الشافعي: والسفر عذر. وقد قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع، أخر المغرب على العشاء وجمع إذا جد به السير. بل الحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجمع تقديم وتأخير. وقد ثبت في السفر الجمع، وأيضا الجمع في المطر، وهذا قال أحمد والشافعي وإسحاق، قالوا الجمع بين الصلاتين في المطر. وهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: عندما بلغ المؤذن حي على الصلاة قال: قل صلوا في رحالكم. لكن في المطر جمع نفسنا في المطر بين الصلاتين. والشافعي قال: المطر عذر للجمع. المالكية قالوا: المغرب والعشاء العذر للجمع، في المغرب والعشاء فقط. والمرض، الشافعي لم يرى المرض عذرا للجمع، وصحيح أن المرض عذر، واستدلوا على ذلك بالمستحاضة، قالوا: الاستحاضة مرض، وأمرها نفسنا بالجمع، لكن الجمع هذا كان جمعا سوريا. والحقيقة أن الجمع في المرض لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا ضاق الأمر اتسع، وإذا والمشقة تجلب التيسير. والأئمة الأربعة قالوا: لا جمع في الحضر بحال من الأحوال من دون مرض أو مطر أو سفر. وابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة ثلاثا وأربعا، قال جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر من غير سفر
ومن غير مطر، قال ومن غير مرض، قالوا على ما ابن عباس، قال أراد ألا يحرج أمته. رفع الحرج بشرط، قال بذلك جمع جمهرة، ومن والقفال الشاشي من الشافعية قال بذلك، وأيضا أعتقد ابن حبيب أو غير ابن حبيب من المالكية قال بذلك، وقالوا قالوا بشرط ألا يعتاد هذا، يعني يكون عذرا فيعتاد ذلك، لا يعتاد، لا تكون عادة له، فيجمع عند وجود الحرج، يجمع عند وجود الحرج يجمع. أما حديث من جمع بين صلاتين من غير عذر فيكون خالف قول الله تعالى أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولفعل جبريل مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، قال فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. وذلك يضيع على نفسه صلاة من الصلاتين، لأن الجامع يكون في صلاة الأولى أو في صلاة الثانية، يبقى الأولى ضاعت عليها وصلاها قضاء، الثانية صلاها قبل وقتها فلا تصح. ومع الحديث صحيح، والعذر صفر، السفر عذر، والمطر عذر، والمرض عذر، وأيضا الحرج عذر. الفوائد المستنبطة: تقسيم السيئات إلى كبائر وصغائر. الوصف المقيد يؤكد حجية مفهوم المخالفة. الوصف المقيد يؤكد خير دين المرء الاستسلام، خير دين المرء الاستسلام. جمع النبي إذا نجمع، جمع النبي إذا نجمع. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.